الرئيس السيسي وجهه بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم عناصر الأمن الغذائي. في أول اجتماع منذ 4 سنوات التجارة العالمية تجتمع لبحث مواجهة أزمة نقص إمدادات سلاسل الغذاء. روسيا تحذر من تصعيد عسكري مع واشنطن، والنيتو يؤكد مجددا أنه ليس جزءا من الحرب في أوكرانيا. منتصف ليلة القاهرة 10 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، بداية هذه النشرة مع فيروز مكي. إليك فيروز. شكرا لك لما. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا، وخلال لقائه وزير خارجية لاتفيا أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية في مصر. وفي اجتماع لمتابعة مستجدات المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي، وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية، كما وجه بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادي لصالح المربين والمزارعين والارتقاء بدخلهم، نظراً لأن هذا القطاع يمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي ويلبي احتياجات المواطنين ويحقق معدلات التوازن في الأسواق بين الإنتاج المحلي والاستيراد. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدغارس رينكيفيتش، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية لاتفيا إلى مصر، طالباً سيادته نقل تحياته إلى كل من رئيس جمهورية لاتفيا ورئيس الوزراء، ومؤكداً الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا واستمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أعرب وزير خارجية لاتفيا عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ظل دورها المحوري في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الإفريقية. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي، حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية في مصر والتطلع لتكثيف التعاون، خاصة في المجالات التي تمتلك فيها لاتفيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية والأوروبية، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة. كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى صياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الاجتماع تناول متابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية. وقام الفريق أسامة ربيع في هذا الإطار بعرض تطورات مشروعات الاستزراع السمكي التابعة لهيئة قناة السويس، خاصة ما يتعلق بأعمال تطوير مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات من أحواض ومحطات مياه ومصانع أعلاف وتغليف، والتي تهدف إلى إنتاج الأسماك عالية الجودة وسد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد، فضلاً عن تنمية أراضي منطقة قناة السويس وسيناء وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل للشباب. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، مشدداً سيادته على أهمية عامل حسن الإدارة
والاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كماً ونوعاً. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة والخاصة بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها، وبالتكامل مع تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، حيث عرض السيد القصير وزير الزراعة جهود استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية والتي تعتمد بشكل أساسي على تطوير السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالمية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وتوطين تلك السلالات المهجنة وما يستتبعه ذلك من إنشاء منظومة متكاملة من البنية الأساسية الخاصة بالإنتاج والاعتماد على أحدث الأساليب الخاصة بمراكز التلقيح الصناعي على مستوى الجمهورية، إلى جانب خطوط التحسين الوراثي لتنمية الثروة الحيوانية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين والمزارعين والارتقاء بدخلهم، خاصة ما يتعلق بالتوسع في برنامج السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتعميمه على مستوى الجمهورية، نظراً لأن هذا القطاع يمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي ويلبي احتياجات المواطنين ويحقق معدلات التوازن في الأسواق بين الإنتاج المحلي والاستيراد. كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراعة لتطوير محطة الزهراء العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الأصيلة في العالم والتي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية، موجها سيادته بالاستمرار في تعزيز جهود تطوير محطة الزهراء بهدف تعظيم الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول الأصيلة. قال وزير الخارجية سامح شكري إنه عقد جولة مباحثات موسعة مع نظيره اللاتفي ركزت على أوجه العلاقات الثنائية، وخلال مؤتمر صحفي أوضح شكري أنه تم التوقيع على اتفاق معدل للتعاون بين مصر واللاتفيا، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي بمجال التعليم والعلوم. تشرف معالي الوزير بلقاء السيد الرئيس، تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تدعمها وتنميتها، وأيضا تناول قضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. عقدنا مع معالي الوزير أيضا جولة مباحثات موسعة معمقة، ركزنا خلالها على أوجه العلاقات الثنائية، تم التوقيع على اتفاق لتعديل الاتفاق العلمي فيما بين البلدين، ونتطلع إلى الاستفادة مما حققته لاتفيا في مجالات التعليم والتعليم الفني ومجالات التكنولوجيا الاتصالات والرقمنة، كلها مجالات في الحقيقة أثبتت لاتفيا قدرة وتقدم ملموس فيها، ووجود رغبة مشتركة أن ننمي علاقتنا في هذه المجالات، خاصة في إطار أن مصر بتشهد نهضة في التعمير، نهضة في التوجه نحو تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي وبناء المدن الذكية، وهي كلها مجالات تستطيع أن تسهم فيها لاتفيا والشركات من لاتفيا. بدوره أكد وزير الخارجية اللاتفي تطلع بلاده إلى حضور قمة مؤتمر المناخ COP27 والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ. نتطلع إلى حضور مؤتمر الأطراف COP27، وأظن أن مصر تأخذ بزمام المبادرة العالمية في هذا المؤتمر، وكما أكد فخامة الرئيس أنه سوف يحضر هذا المؤتمر شخصيا، إلى جاء المقرر انعقاده في شرم الشيخ، وبالطبع سوف نواصل مناقشاتنا في كل المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك بصفة دورية، لأن هذه النقطة في غاية الأهمية لتوضيح الرؤى، ونحن أمامنا بضع أسابيع فقط، ونحن نرغب في أن نستغل هذه الفرص التي نعقدها، ونحن دوما ما نلقى الدعم
منكم، وكذلك تنسيق العلاقات بين الأمم المتحدة ومصر في تنسيقها لعقد مؤتمر الأطراف، ولكن بالطبع هناك نتائج مثمرة طيبة على الأرض. وفيما يتعلق بالتطورات في ليبيا، أكد وزير الخارجية أهمية الحفاظ على صلاحيات المؤسسات الليبية وفي مقدمتها مجلس النواب، مشددا على أن وجود قوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا يعقد الموقف ويضع قيودا على حرية اختيار الشعب الليبي لمستقبله. بدون شك هناك إطار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا تم اعتماده من خلال قرارات مجلس الأمن، من خلال مسار برلين، مسار باريس، ومخرجات المنتدى الحوار الوطني الليبي. هذه المخرجات هي مخرجات موقوتة، بالإضافة إلى طبعا أهمية الحفاظ على صلاحيات المؤسسات الليبية وفي مقدمتها مجلس النواب، وما اتخذوا من قرارات متصلة بالسلطة التنفيذية. كل ذلك لابد أن يؤخذ في الاعتبار، ولابد أن يتم وفقا للشرعية الدولية، وفقا للهدف المشترك بأن يتم إخراج ليبيا من وضعها الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في التوقيت المحدد، لتتولى السلطة حكومة منتخبة شرعية تستطيع أن تلبي احتياجات الشعب الليبي، وفي نفس الوقت تحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها وثروتها لشعبها. بالتأكيد أنه وجود مؤثرات خارجية، وجود قوات أجنبية، وجود ميليشيات، وجود مقاتلين أجانب بيعقد الموقف وبيضع قيود على حرية اختيار الشعب الليبي لمستقبله. عادت اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي للقاهرة لبدء الجولة الثالثة، وتعقد الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، حيث تستهدف الوصول لإطار دستوري تجرى على أساسه الانتخابات في ليبيا. من جديد تعود لجنة المسار الدستوري لمباشرة اجتماعاتها في القاهرة باستهداف الوصول إلى توافق حول الإطار الدستوري الذي تجرى على أساسه الانتخابات الليبية التي تشكل الحل الأمثل والأوفق للمراحل الانتقالية المتعاقبة والتي أثقلت كاهل الليبيين بأعباء لطالما أرادوا التخلص منها. الاجتماعات التي تستضيفها مصر والتي بدورها هيأت الأجواء الكاملة لإنجاحها تعقد برعاية أممية وبحضور كالمعتاد من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، والتي كانت قد استبقت هذه الجولة بإظهار التفاؤل بشأن تحقيقها للنتائج المرجوة. لقد حققتم إنجازا كبيرا منذ أول اجتماع لكم هنا في 13 أبريل، وحرزتم تقدما ملحوظا لتوصل إلى اتفاق بشأن عدد من المواد الحساسة. كانت لجنة المسار الدستوري المشكلة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد عقدت جولتين سابقتين في القاهرة، بحثت خلالهما آفاق التوصل إلى توافق بشأن الإطار الدستوري المنظم للانتخابات في ليبيا، وقد انتهت الجولة الثانية من المشاورات بإعلان التوافق بين أعضاء اللجنة على 140 مادة من الهيكل الدستوري، بما يشكل نحو 70% من المواد الدستورية موضع النقاش، على أن تعرض المواد بكاملها بعد إتمام التوافق عليها خلال الاجتماعات على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيما تم التوافق بشأنه، بحكم أن المواد موضع النقاش تمثل وحدة واحدة لا تتجزأ. إن الشعب الليبي يتطلع إلينا لإيجاد حلول لأزمته، فيجب علينا أن نبذل الجهد والوقت في سبيل استكمال حوارا هذا واستكمال ما أنجزناه في الحوارات السابقة وما حققناه من تقدم وتوافق من أجل وضع القواعد المتينة لحصول سفينة الوطن إلى بر الأمان وإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن. نتحمل هذه المسؤولية وإخراج البلاد من هذه المراحل الانتقالية وتحقيق طموح 7 مليون ليبي والأجيال القادمة في الوصول إلى صيغة توافقية تكون دستور للبلاد وإنهاء هذه المراحل والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تقبل نتائجها وتضع ليبيا في المكان اللائق بها بعد هذه التضحية الطوالية.
إذا كان هناك إدراك واقعي بأن ما تحقق خلال اجتماعات اللجنة السابقة ينظر إليه على أنه قد شكل اختراقا قد يكون الأكبر في عمر الأزمة الليبية في الاتجاه الدستوري، فإن الليبيين ينظرون إلى هذه الجولة بأمل أكبر بأن تنتهي الجولة، وقد توافق أعضاء لجنة المسار الدستوري على ما تبقى من مواد تجرى على أساسها الانتخابات الليبية. أحمد أبو زيد، إكسترا نيوز. وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، كما وافق على التأشيرة العامة والقوائم والجداول الملحقة بمشروع القانون. وينص مشروع القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية وبزيادة الناتج المحلي. في جلسته العامة ناقش المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023. النهاردة كنا بنستكمل هذه المناقشة بالنسبة للخطة بتاع الدولة. هي حنقول هي من أصعب الخطط، لأن الظروف العالمية المتغيرة بتدي تغيرات غير عادية لأي حد أو لأي بلد بتقدر تعمل خطة بتقيس هتعمل إيه بعد شهر وسنة، صعبة جدا. وبالتالي المناقشات كلها كانت تدقيق في أرقام مع الحكومة، والحاجة التانية كان علينا أن احنا نتأكد ماذا لو هذه الأرقام ما تحققتش، ماذا لو التغيرات العالمية بقت أكتر من كده. يعني بندي مثال زي خلاص حتى المشاهد المصري بقى عارف مثلا ميزانية بتقدر سعر بترول مثلا ب$60، فوصل دلوقتي 120 ولا 120 دولار، طب ولصل 140، طب انت حساباتك هتبقى ايه، طب هتغير ايه، طب هتاخد من ايه. هو دي المناقشات اللي بتتم، اللي اطمننا له بس ان في بنود كتير احتياطية اكتر. يعني بتكلم في كل بند، الحكومة عاملة بند احتياطي عشان هذه التغيرات واكتر من السنين اللي فاتت كتير. ان الخطه بتاتي في وقت في غايه الاهميه، لان احنا بنشهد تحديات على المستوى العالمي وعلى المستوى الاقليمي، وكان ليها تداعيات على المستوى الداخلي. الخطه الحقيقه كانت متكامله واخذت في اعتبارها هذه التحديات، والحقيقه انها اتجهت نحو ترشيد الانفاق بشكل كبير جدا، وده كان واضح من خلال القطاعات المختلفه في الدوله. وايضا ادت اولويه كبيره للقطاع الخاص في المشاركه في تحقيق هذه الخطه. وخلال الجلسه وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للعام المالي 2022-2023، كما وافق على التاشيرات العامه والقوائم والجداول الملحقه بمشروع القانون. الخطه السنه دي بالفعل طموحه جدا، ونقدر نقول انها فيها كتير جدا من الرؤى المتعلقه بتنميه المواد الاقتصادية. في تحديات ضخمة جدا بيواجهها الدولة المصرية والعالم أجمع، خصوصا في توفير الأمن الغذائي، يمكن ده اتكلمنا عليه بشكل واضح النهاردة. اتكلمنا أن إجراءات الدولة والأرقام الموجودة محتاجة بعض التدقيق، وخصوصا في مجالات العائد من المشروعات القومية وبيتم تنفيذها. بنتكلم على المشروعات المتعلقة بالري والتوسع فيه، وطبعا توفير احتياجات المياه واستخدام الأمثل للمواد المياه المتاحة. كثير جدا من الإجراءات اللي بنقول إن شاء الله يعني من خلال هذه الخطة نحقق أكبر قدر فيها إن شاء الله، عشان إن شاء الله نحقق كل ما نتمناه لمصر وبلادنا. هو في بداية أعمال الجلسة أحال المجلس 9 اقتراحات برغبة من الشيوخ إلى الحكومة لاتخاذ الإجراء اللازم. هنا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس بمرور 4 سنوات على تأسيس تنسيقية. وقال عبد الرازق إن التنسيقية أثرت الحياة السياسية بكوادر شبابية تبوأت مناصب تنفيذية وأثرت الحياة السياسية والبرلمانية.
هذا وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها ما زالت حريصة على تنمية الحياة السياسية والعمل المشترك انطلاقا من الإيمان المطلق بالحوار بين القوى والتيارات المختلفة وإعلاء للمصلحة الوطنية من أجل رفعة الوطن وتقدمه. وأوضحت التنسيقية بمناسبة مرور 4 سنوات على تأسيسها أنها قدمت العديد من الأوراق والملفات والحملات والمبادرات، كما شاركت وبقوة في جميع المؤتمرات والمنتديات، وقدمت نموذجا للشباب السياسي في جميع المواقع التنفيذية والتشريعية والإدارية. وأضافت أن ثقة القيادة السياسية بتعيين 6 من أعضاء التنسيقية نوابا للمحافظين شكلت دعما لمزيد من العمل والجهد، مشيرة إلى أنها خاضت معركة الانتخابات البرلمانية وحصلت على 48 مقعدا بالانتخاب والتعيين في مجلسي النواب والشيوخ. وأشارت إلى أن التنسيقية تنطلق نحو عامها 5 عازمة بذل قصارى الجهود على كل المستويات وفي مختلف القضايا لتشارك في بناء الجمهورية الجديدة. ووجهت الشكر لكل من دعم وسند التجربة آملة في استمرار نجاحها ونقلها من جيل لآخر بأمانة وجدية لإثراء الحياة السياسية وإرساء قواعد للعمل السياسي قوامها احترام الرأي والرأي الآخر، وأن الوطن يتسع للجميع. من جانبهم أشاد عدد من نواب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدورها الرائد في إثراء الحياة السياسية في مصر من خلال ممثليها بمجلسي النواب والشيوخ، وكذلك المبادرات التي تتبناها في الشارع السياسي، فضلا عن دورها في التمكين الحقيقي للشباب في ظل الجمهورية الجديدة. النهاردة هو ذكرى رابعة لتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي بالفعل نحمد الله أنها أثرت بشكل كبير جدا في المشهد السياسي، ونقدر نقول أنها أثرت الحياة السياسية بشكل كبير جدا من خلال أداء ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ، ومن خلال كافة الأنشطة والمبادرات التي تتبناها في الشارع المصري وخصوصا الشارع السياسي. ونتمنى إن شاء الله أنها نكون على قدر هذه المسؤولية، بما أننا بنمثل جيل الوسط من الشباب اللي قادر إن شاء الله أن هو يساهم في دعم الدولة المصرية بكافة مؤسساتها عشان إن شاء الله تكون في المكان اللي هتمناه. أهنئ نفسي وزملائي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مرور 4 سنوات من تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وده اللي بيظهر حقيقة التمكين الحقيقي للشباب في ظل الجمهورية الجديدة وفي ظل دعم الدولة المصرية وفي ظل اهتمام الرئيس شخصيا بملف الشباب وخصوصا شباب مصر كله بمختلف فئاته ومختلف انتماءاته. اعتقد ان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين اعطت نموذج ومثال يحتذى به لكل الكيانات الشبابيه، بانه كيان بيضم اكثر من 26 حزب سياسي ممثل لحزب سياسي بداخله، كذلك يضم شباب سياسيين ويضم اشخاص متخصصين في كافه المجالات. تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هي تجمع لشباب من أكثر من 25 حزب بالإضافة للشباب المستقل. الحقيقة الدور اللي قامت به التنسيقية على مستوى التنفيذي ومستوى التشريعي ومستوى التواجد في الشارع ومستوى إسراء الحياة السياسية المصرية، أعتقد أنه جدير بالفخر، وإن شاء الله تكون نواة لحاجة أكبر لتمكين جيل كبير من الشباب عشان يشيل مسؤولية الوطن الكبير ده. هنأ حزب إرادة جيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالعيد الرابع لتأسيسها. وقال حزب إرادة جيل في بيان إن التأسيسية استطاعت على مدى 4 سنوات من ظهورها في المشهد السياسي المصري أن تحوز تقدير واحترام غالبية الشعب المصري العظيم بأداء وطني يغلب مصالح الوطن فوق أي مصالح شخصية. وأكد الحزب أن المتابعة لنشاط وأداء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ يلاحظ وبوضوح أن أعضاء التنسيقية حرصوا في ممارساتهم البرلمانية والرقابية والتشريعية على الانحياز إلى هموم المواطن، ومارسوا الرقابة بأسلوب جديد هدفه التصحيح وليس التشهير. أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد
من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت لهم مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية العراق بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة. اختتمت فعالية التدريب الجوية المصرية السعودية المشترك فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوة الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي الذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتي في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين. وتضمنت المرحلة الختامية شرحاً مفصلاً عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة، كما نفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدداً من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية. أظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والاحترافية العالية الذي وصلت إليه العناصر المشاركة بالتدريب ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين، بما يمكنها من تنفيذ عمليات القتال الجوي المشترك بكفاءة واقتدار. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات، حيث أسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 394 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 22 مديرية أمن. والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 203 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة.
وفي مجال استهداف البعر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية. تم ضبط 71 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 746 قطعة سلاح ناري، أبرزها 86 بندقية و72 بندقية آلية و40 مسدسا و548 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و87 خزينة، إضافة ل 1127 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 463,935 حكما قضائيا، من بينهم 1658 حكم جناية، 167,524 حكم حبس، و 228,809 حكم غرامة، و 65,944 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 22 متهماً قاموا بارتكاب 61 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 81 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 122 متهماً، كما تم إعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1161 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها ما يقرب من 140.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد على 5 طن من نبات البانجو المخدر، وكمية من بذور الخشخاش الأفيون وزنت 225 كيلوغرام، وكمية من بذور القنب البانجو وزنت أكثر من 130 كيلوغرام، وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 36 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 8.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وكمية من مخدر الأيس الشابو وزنت أكثر من 15.5 كيلوغرام، وعدد 9,266 قرص مؤثر و 70,629 قرص ترامادول مخدر، كما تم إبادة 65 فدان منزرعة بنبات القنب البانجو، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 194 مليون جنيه. وتم ضبط 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من 404 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 36 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 29 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 609 قضايا من بينها 182 قضية خبز ناقص الوزن و99 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 4 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 15 طن قمح محلي.
يعقد وزراء منظمة التجارة العالمية اجتماعا هو الأول منذ أكثر من 4 سنوات للتوصل إلى اتفاقيات بشأن صيد الأسماك وبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد-19. ويبحث اجتماع المنظمة آليات إيجاد مخرج لخطر حدوث أزمة نقص إمدادات سلاسل الغذاء العالمية فضلا عن أزمة توافر الوقود. هذا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا تخلقان تحديات جديدة أمام منظمة التجارة العالمية التي كافحت خلال السنوات الأخيرة لكي تؤدي دورها بصفتها جهة تنظيمية وتحكيمية للتجارة العالمية. وأوضحت الصحيفة أنه بسبب التنافس بين الولايات المتحدة والصين والخلافات السياسية بين الدول المتقدمة والنامية لم تتوصل المنظمة لأي اتفاقية جديدة منذ عام 2013، كما أن آلية تسوية المنازعات لدى المنظمة معطلة. تتزايد وتيرة أسعار السلع الأساسية في الأسواق الأمريكية في الأسابيع الأخيرة ما يشكل ضغطا كبيرا على ميزانيات الأسر الأمريكية. يأتي ذلك في وقت تخطف فيه متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة مستوى 5 دولارات للجالون للمرة الأولى على الإطلاق. معاناة الأمريكيين ما زالت مستمرة مع ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية لم تحدث منذ 40 عاما، حيث سجل شهر مايو نسبة تضخم 8.6% على أساس سنوي بسبب ارتفاعات أسعار السلع والخدمات، فضلا عن وصول أسعار الوقود ل5 دولارات كمتوسط على مستوى الولايات الـ50 بالإضافة للعاصمة واشنطن. أعتقد أنه صعب للغاية أن أكون طالبا جامعي هذه الأيام، حيث تكاليف الدراسة كبيرة الآن. أدفع أموالا كثيرة للطعام والوقود. في الحقيقة إنه أمر صعب أن أقوم بالتوازن بين مصروفاتي في ظل هذه الأسعار. أعتقد أننا جميعا نشعر بهذا الغلاء، لذلك يجب علينا أن نتعلم من هذا الأمر. لكن ما الذي يجب أن نتعلمه؟ في الحقيقة جميعنا في أنحاء العالم نعاني من نفس الأزمة الاقتصادية، وبناء عليه لا بد أن نتعاون حتى نخرج من هذه الأزمة التي نشهدها بشكل يومي في بعض المنتجات وفي أسعار البنزين. السلع الأساسية في الأسواق الأمريكية باتت أسعارها تقترب من أسعار السلع المترفة، حيث شهدت كافة القطاعات زيادة في الأسعار بلغت نسبتها 34% للطاقة و 10.5% للمواد الغذائية، بالإضافة لارتفاع أسعار المنازل والإيجارات والسيارات الجديدة والمستعملة بنسب تتراوح بين 20% و40%، ما يشكل ضغطا كبيرا على ميزانيات الأسر الأمريكية. الأسعار في ارتفاع، شطيرة البيتزا كانت بدولار، الآن أصبحت 2.5 دولار. حقا إنه أمر محزن إن لم أكن متأثرة بشكل كبير، إلا أن الكثيرين متأثرون بهذا الغلاء بصفة يومية، وذلك نتيجة للتضخم. المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشكل صدمة للحزب الديمقراطي الذي تنتمي إليه إدارة بايدن قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي نوفمبر المقبل، حيث يستغل الحزب الجمهوري السخط الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية لاستقطاب أصوات الناخبين، والهدف الرئيسي الحصول على أغلبية لمرشح الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ، ما سيشكل صعوبة للرئيس بايدن في تمرير أجندته السياسية والاقتصادية خلال عامين متبقيين له في ولايته الأولى في البيت الأبيض. شكل تراجع معدلات الاستهلاك في أوروبا ضربة لأمل التعافي، ويتوقع خبراء الاقتصاد حدوث خسارة في الإنفاق الخاص بمنطقة اليورو بنحو 70 مليار يورو هذا العام. بعد توقعات أوروبية بتعافي الاقتصاد مع إنهاء حالة الإغلاق لمجابهة تفشي فيروس كورونا، ذهب هذا الأمل هباء، وغابت آمال أن يكون المستهلكون هم المحرك الرئيسي للتعافي، إلا أن الاستهلاك انكمش نتيجة تفاقم أزمة التضخم. وبدأ الاستهلاك الخاص بالانكماش في منطقة اليورو مع حلول نهاية السنة الماضية، وهبط بنسبة بلغت 7% خلال الربع الأول من العام الجاري في ظل ضغوط الأسعار القوية التي ربما تتفاقم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد حدوث خسارة في الإنفاق الخاص بمنطقة اليورو التي تشمل 19 بلداً بنحو 70 مليار يورو هذا العام، أي ما يعادل نحو 500 يورو للأسرة الواحدة. من جانبه حذر البنك المركزي الأوروبي من أن معدلة التضخم ربما تتخطى 7%، وتعهد بزيادة أسعار الفائدة بربع نقطة خلال الشهر القادم، وهي الزيادة الأولى منذ ما يزيد على عقد، وسيعقب ذلك ارتفاع بقدر أكبر في موسم الخريف المقبل. في الوقت نفسه قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إنه كان من المتوقع ارتفاع الأسعار خلال التعافي الاقتصادي من الجائحة، لكن أزمة أوكرانيا أدت إلى زيادة التضخم بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يشكل التضخم تهديداً حقيقياً، مضيفاً أن ارتفاع الدولار مقارنة باليورو يزيد التضخم أيضاً. نتيجة تفاقم أسعار البنزين يواجه السائقون في بريطانيا أزمة كبيرة، ومع ذلك تقوم المملكة بتصدير مليارات اللترات إلى الولايات المتحدة شهرياً. صدمة كبيرة تشهدها بريطانيا تغذي القلق حول ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية جديدة، جعلت الشركة العاملة في مجال السيارات تشعر بالقلق من أن العملاء لا يستفيدون من التخفيض في رسوم الوقود البالغ 5 بنسات لكل لتر. ونتيجة تفاقم أسعار البنزين يواجه السائقون في بريطانيا أزمة كبيرة، ومع ذلك تقوم البلاد بتصدير مليارات اللترات إلى الولايات المتحدة شهرياً. وكالة بلومبرج أرجعت شحن حوالي 3 مليارات لتر من البنزين من بريطانيا إلى الولايات المتحدة هذا العام، إلى أن قيمة البنزين لمنتجي ليست بقيمة الأسعار نفسها التي يدفعها سائق السيارات، مشيرة إلى أن الفارق هو الضرائب. يشار إلى أن بريطانيا صاحبة ثاني أعلى سعر للبنزين ضمن الدول الأعضاء في مجموعة 20، ولا ترتفع أسعار البنزين فحسب، بل تزداد بوتيرة هي الأسرع خلال 17 عاماً. كان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أوضح أن الحكومة ليست واثقة من أن عدم تنفيذ خفض الأسعار يحدث في جميع محطات الوقود، لكنه أضاف أن هيئة المنافسة والأسواق لديها السلطة لإجراء تحقيق سيدعمه الوزراء في شأن مدى تطبيق تخفيض الرسوم. من جانبه حث حزب المحافظين الحكومة على إنشاء جهة تنظيمية جديدة لفرض السلوك التنافسي والعادل بين شركة النفط، مشيرا إلى ضرورة النظر في فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة التي يجنيها تجار الجملة للوقود. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن سفراء الولايات المتحدة الأمريكية في عدة دول يهددون أي شركات مهتمة بالاستثمار في الاقتصاد الروسي، وأكد بيسكوف أن تلك الأفعال يمكن مقارنتها بالابتزاز، مؤكدا أن روسيا لديها عدة بدائل للتعامل مع مثل هذه الممارسات. ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن العالم أصبح متعدد الأقطاب، كما أن الشرق الآن له مراكز قوة جديدة كالصين والهند وإندونيسيا والفلبين وغيرها، وهناك أيضا أمريكا اللاتينية وشركات كبرى مختلفة بما فيها الشركات الأوروبية. أدان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فولودين دعوات داخل البرلمان الأوروبي طالبت بتزويد كييف بالأسلحة النووية، وقال رئيس مجلس الدوما الروسي أن مثل هذه الدعاوي تنطوي على إثارة صراع نووي في وسط أوروبا، مضيفا أن موسكو أطلقت العملية العسكرية في أوكرانيا لتجنيب المنطقة صراعا نوويا.
طالبت موسكو واشنطن بأجوبة حول نشاطاتها البيولوجية بدول الاتحاد السوفيتي السابقة مثل أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها تدعو الولايات المتحدة لاتباع نهج مسؤول بالامتثال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية السامة للمساعدة في تعزيز آلية عمل تلك الاتفاقية دولية. كان الجيش الروسي أعلن سابقا عثوره على آثار تشير إلى وجود تجارب بيولوجية أجراها الجيش الأمريكي داخل عدة معامل في أوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الروسية تواصل الضغط على مدينة سيفيرودونيتسك كهدف تكتيكي رئيسي للقوات الروسية في الوقت الراهن، حيث تشهد المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا معارك ضارية. واعتبر الرئيس الأوكراني أن روسيا تسعى لنشر قوات الاحتياط في دونباس دون اعتبار لمستوى تدريب هذه القوات، ما يعني سقوط المزيد من القتلى الروس بحسب تعبيره. قال رئيس الفنلندي ساولي نينسيتو إن بلاده سترفض عضوية حلف الناتو دون أن تنضم السويد إلى الحلف. جاء تصريح رئيس الفنلندي خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو. من جانبه قال ستولتنبرغ إن انضمام فنلندا والسويد سيزيد من قوة الحلف، ويبعث برسالة لرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أن نهج التخويف لن ينجح. وأضاف أن الحلف ليس جزءا من الحرب، ولكنه يوفر الدعم لأوكرانيا لتتمكن من الدفاع عن نفسها. أدلى الفرنسيون بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية، وأفاد تقديرات أولية نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية بتقارب النتائج بين معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون واليسار في الجولة الأولى من الانتخابات. وأشارت الوكالة إلى توقعات باحتفاظ ماكرون بالغالبية في الجمعية الوطنية من دون إمكان تحديد حجمها. سجل الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية قذائف يعتقد أنه تم إطلاقها باستخدام راجمات صواريخ. من جانبها رجحت تقارير أمريكية إطلاق هذه القذائف من راجمات صواريخ تقليدية، لأن المقذوفات حلقت على مسافة أقصر وبسرعة أقل من الصواريخ البالستية. وأكدت كوريا الجنوبية أن قواتها المسلحة عززت الاستعداد والمراقبة وتحافظ على الاستعداد المناسب بالتعاون مع الولايات المتحدة. وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ببسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن في دارفور. جاء ذلك إطلاعه على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية بولاية دارفور. وجه البرهان بالعمل على تعزيز ودعم المصالحات المجتمعية في الإقليم. انعقدت في تونس الجلسة الثالثة لحوار اللجنة الاستشارية لصياغة دستور جديد في البلاد. خصصت الجلسة للاستماع إلى الحكومة لتقديم نتائج النقاشات مع المؤسسات المالية الدولية بمشاركة عدد من المديرين العامين. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية العمل على سرعة الوصول إلى صياغة التفاهمات والاتفاقيات حول تلك المشروعات المقترحة للتعاون الثنائي مع الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة، ما يسهم في سرعة تنفيذها على أرض الواقع وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا القطاع المهم. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاستثمارات المشتركة، حيث استعرض الاجتماع مشروعات مقترحة لتوليد 10,000 ميجاوات من طاقة الرياح بالبحر الأحمر، وذلك في ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة. هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بتطوير حقول الغاز. هذا وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن فرق العمل من الفنيين من الجانبين مستمرون في الاجتماعات بهدف الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقترحة
للشراكة والتعاون، مؤكدا استمرار البناء على الزخم الكبير والاهتمام من القيادة السياسية بالبلدين في هذا الشأن. هذا وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة في مجال استكشاف واستخراج خام الفوسفات للعملية على تحقيق أعلى معدلات للإنتاج خلال هذه المرحلة، والاستفادة بصورة أكبر من الثروات الطبيعية التعدينية وتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرية. تأكيد مدبولي جاء خلال اجتماع عقده لمتابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الانتاج منه وجذب الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع. كما شهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من قبل وزارة البترول في مجال استخراج وتوفير خام الفوسفات، الأمر الذي أثمر عن تحقيق عدد من الاكتشافات التعدينية خلال الفترة الأخيرة في بعض مناطق الجمهورية. استقبلت دكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب كورني دي الزياس سفير بلجيكا لدى مصر في زيارة للتعارف وبحث سبل التعاون، وتطرق اللقاء إلى استعراض المبادرات والبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية بهدف تقديم كوادر مؤهلة للقيادة والإدارة والشركات الدولية التي عقدتها الأكاديمية مع أكبر المعاهد المتخصصة على مستوى العالم. وأكد السفير البلجيكي عمق العلاقات المصرية البلجيكية واهتمامه بتعزيز التعاون بين البلدين. أطلق جهاز حماية المستهلك حملة مفاجئة لضبط المخالفين من محتكري السلع الاستراتيجية والحيوية وحاجبيها عن تداول وضبط السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة المواطنين. وأطلت الحملة عددا من المخازن التي تحوي هذه السلع بكميات متنوعة. الحملة تأتي بتوجيه من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين، وقام أعضاؤها ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير محاضر المخالفات وصلت إلى 41 محضر. نشتغل على هدفين. أول هدف اللي هو ضبط الأسعار بحيث إن الأسعار تبقى في إطار معين ما لا تتعدى، بحيث المستهلك لا يتأثر ولا يعني يعاني من ارتفاع الأسعار. نعمل على كده. البند الثاني اللي هو العمل على وفرة السلع وتوفرها للمستهلك ومحاولة عدم احتكارها أو حبسها عنه. والآن مشاهدينا وقفة مع أخبار الطقس مع زميلة حور محمد. إليك حور. أهلا بكم فيروز ولما، أهلا بحضراتكم كل مشاهدينا على شاشة إكسترا نيوز. والآن جولة إخبارية سريعة عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري
وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية. وبالنسبة للظواهر الجوية فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، هذا إلى جانب وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. والآن نستعرض مع حضراتكم أبرز درجات الحرارة على محافظات مصر المختلفة. القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، الإسكندرية 28 درجة والصغرى 21 درجة، بورسعيد العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، أما عن شرم الشيخ فالعظمى 36 درجة والصغرى 27 درجة، وعن سانت كاترين فالعظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة. بالنسبة للمنيا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وعن سوهاج فالعظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وعن أسوان فالعظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وعن قنا فالعظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأخيرا حلايب العظمى 33 درجة والصغرى 27 درجة. نهاية هذه الجولة السريعة عن أخبار الطقس، والآن عودة مرة أخرى لزميلتين لما وفيروز، إليكما. شكرا لك يا حور. إذن مشاهدينا بهذا نكون وصلنا لختام هذه الساعة الإخبارية، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم عناصر الأمن الغذائي. في أول اجتماع منذ 4 سنوات، التجارة العالمية تجتمع لبحث مواجهة أزمة نقص إمدادات سلاسل الغذاء. وروسيا تحذر من تصعيد عسكري مع واشنطن، والناتو يؤكد مجددا أنه ليس جزءا من الحرب في أوكرانيا. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية. يمكنكم تحميل تطبيق أكشن نيوز لمزيد من الأخبار من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمامكم على الشاشة. كنا معكم في هذه الساعة الإخبارية زميلة لما جبريل وأنا فيروز مكي. شكرا على طيب المتابعة.